hebben naar het zandkamp al een heel erg zo gekomen. Zonne en Abba hadden we nog met Jura gaan zo gekomen. Zonne Zoe, Alimko, Zonne Zomer op Baan. Hadden we is met Banana, daar had ik mijn Anne en Amma weg is met. Wat is er nog gehad op de? Nou, lach Abba het les, gaan we zich nog. Dan hadden we naar het Smarty. Laten we met hem. Naha. هنا أنا هاي سويتك حلو لولا طبعا شنو رأيكم أنه أحط صوركم يعني التعليقات مع صوركم وحطهم هنا يعني راح أسوي سطرين باليوم يعني من تعليقاتكم الصور مع التعليقات مالتكم وأول شيء راح أنطب على هذا الزائد هذا وهنا كل الأشكال راح أطب على المربع هذا شوفوا هسه راح هنا هاي شكلها لون ابيض هسه راح نطب على هاي الفرشة هاي الفرشة هسه راح نطب مرشح هنا اكو راح يطببكم هنا على اول وحدة بالبداية انتو راح تسوون هيك وتطبون على اطار هنا اكو مربعات كبار واكو مربعات صغار راح اخذ الكبار عفوا اذا ما واضح عندكم هسه راح اسوي هنا هذا الشكل طبعا هسه شوفوا لا مثلا خذيت لون هنا هذا لون شوفوا راح يعني يتلون كل المربعات انا مالك المربعات راح ندوس هنا اذا تبون تفخروهن هسه راح اسوي راح ندوس على العصا السحرية وندوس هنا نانا راح ندوس على اي مربع تبدون انتم هنا هذا شوف الشكل صار صار هيك مثل النقط هسه راح نطب هنا على هذا المربع الاسود وهنا كل الالوان راح اختار انا احمر ولونه شوفوا هنا ما تلون بس المربع هذا هسه راح اخذ لون اسود ولونه لون ثاني هيك شوف الشكل هسه راح نطب هم على الفرشة راح ندوس على الغباش هذا وهسه راح انتم هنا هاي تقدرون تحكمون بالعين صغير كبير انا راح اذا انا اريد يعني بسرعة فراح اختار هيك هسه راح ناخذ اي لون تبدونه راح اكتب اسمي اني هنا هاي راح اصغرها هنا تقدرون تفرون وتصغرون هيك هسه راح اكتب اسمي هيك يعني شلون ما كان هسه هذا هو الاسم وهيك الشكل صار هسه راح نسوي شلون نعلمكم شلون تسوون الصورة تحطون الصورة هسه راح تدوسون هنا وهنا شلون تفخروهن هسه شوفوا راح حددن النقاط هسه راح اعلمكم شلون تسوون الصورة راح تدوسون على هذا المربع اللي عليه رقم واحد دوسون هنا على المعرض او الاستوديو مالتكم هنا هسا راح اخذ اي صورة هنا راح اخذ هاي الصورة مع قناتي او هاي راح احط هذا الشكل شوفوا هذا ثاني واحد صار شكله هيجي هيك طبعا نسيت احط هم هذين المربعات اللي سويت ستوني به الاسم فراح اوديه هيجي وهي راح تختفي يعني هسه راح اسوي مرة ثانية هنا راح اجيلكم هيجي دوسوا بكيفكم اي شي راح اسوي وارجع لكم مرة ثانية هسه راح اسوي سويت اني هسه جبت الصورة هاي مرة ثانية وراح اسويها هيك تصورون وهيك اسويها صارت يعني كبيرة هي هيك شكلها صار هسه راح ندوس على الصح ما راح اجي لكم تردون تسوونه بدون الوان لو باللون تبقونه بكيفكم انتم اذا ما تردون دوسوا الغاء واذا تردون دوسوا اوكي
احسن شيء في الشكل. هسه داو كانت البخونه وحطي ثاني وهنا لهنا وصلنا لنهايه الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه ولا تنسوا نقلكم يعني احب